مايلو مايلو الأرنب مايلو أرنب مخلص وفي مايلو مايلو تعرفون مايلو جميل حلو ذكي يحب الأصدقاء ويسمع الكلام حياته جميلة على مدى الأيام فيضحك ويلعب لكنه مؤدب مايلو هو الرفيق مايلو 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 تعرفون مايلو مايلو هو الصديق لا تكن مسرفا ممتاز مايلو أحب أن أراك تنظف أسنانك شكرا جزيلا أمي مع ذلك لست بحاجة لترك الحنفية مفتوحة إنك تهدر المياه أحتاج لغسل فمي حسنا هذا ما عليك عمله إن فمك صغير جدا ولا تحتاج مياه كثيرة لغسله انتهيت الآن مايلو لماذا تغلق عينيك؟ أغلقت الحنفية كي لا أهدر الماء والآن أغلق عيني حتى لا أهدر بصري هذا جيد مايلو افتح عينيك الآن وانزل لتناول الإفطار حسناً أمي ها أنا أنزل ماذا؟ ماذا نسيت؟ نعم يجب علي أن أطفئ النور حتى لا أهدره بالطبع طالما أنه لم يبقى أحد في الحمام لا تتركه مضاءا هناك الكثير من الأشياء لنتعلمها يجب أن تعتاد على فعلها فقط حسنا أمي لست جائعا أستطيع ترك بقية الخبز تعرف مايلو نستطيع التفكير بشيء ما نستفيد به من هذا الخبز حقا؟ عرفت سنطعم بقيته للطيور فكرة جيدة مايلو انتظري لحظة سنطعمها هذه الحلوى القادمة أيضا لا مايلو هناك أشياء لا يجب أن نطعمها للطيور ما؟ يجب أن نأكل الحلوى الجيدة يا تبدو الطيور جائعة حقا اليوم إنها تغادر لكن بقي بعض الخبز لا تذهبي عودي أيتها الطيور إهدار الخبز ليس جيدا تعال هنا مايلو انظر لهذا ماذا؟ انظري لكل هذا النمل هذا مذهل حيوانات الحديقة ستجد طعاما وفيرا اليوم بدأت السماء تمطر أجل أمي خطرت ببالي طريقة أخرى لكي لا أكون مبذرا انتظريني ها هي ماذا تفعل بدلو الري؟ اصبري والآن لنختبئ من المطر حسناً هيا مايلو أخبرني بعد لحظات يا أمي والآن أصبحت جاهزة هل فتحت الباب لي يا أمي؟ بالطبع لكن ألن تخبرني ما الذي تنوي فعله؟ هيا أمي اتبعيني فهمت الآن هذه هي فكرتك الذكية صحيح لا داعي لاستعمال مياه الحنفية وكما سترين بمياه المطر ستنمو زهرة جميلة هنا وهذه الزهرة الجميلة ستكون لك يا أمي شكراً حبيبي مايلو أنت رائع